تحية طيبة مشاهدينا الكرام في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج البرج العالي. للمشاركة والتواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة مهيئة لاستلام مشاركاتكم، أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. فاصل ونواصل. ونبدأ مشاهدينا الكرام مع القمر. يكون القمر في برج الأسد الناري حتى الساعة 4:20 من مساء الجمعة، ليدخل برج العذراء الترابي ويبقى فيه حتى الساعة 4:30 من مساء الأحد. هذه هي وضعية القمر في الأبراج حاليا وحتى مساء الجمعة في برج الأسد الناري، من مساء الجمعة وحتى مساء الأحد في برج العذراء الترابي. أثناء انتقال القمر من برج إلى آخر، وعند عدم تشكيله زاوية معينة مع أحد الكواكب، تتشكل فترة غير إيجابية لا تصلح المبادرة لأي خطوة جديدة، ويجب علينا خلالها مواصلة حياتنا الاعتيادية كالمعتاد دون إدخال أي تغيير عليها فيما يلي هذه الفترة السلبية. يوم الخميس من الساعة 11:48 ليلا وحتى الساعة 4:20 من مساء الجمعة. يوم الأحد من الساعة 7:27 صباحا وحتى الساعة 4:30 مساء. مشاهدينا الكرام، المشاركة والتواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة مهيئة لاستلام مشاركاتكم، أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. وننتقل لأول مكالمة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا بيك. أم علي من بغداد. أهلا وسهلا بيك أم علي، تفضلي. 2:10:93 الساعة من الساعة 7:08 الصبح. أوكي، شنو سؤالك؟ عن الارتباط. لحظة واحدة مالي. اثنين عشرة 1993 7:30 الصبح خلينا نقول. أوكي، من ناحية الارتباط هذا التاريخ ما عنده مشكلة، بشكل عام وضعه طبيعي. أفضل فترة إلى من ناحية الارتباط مثلا الفترة اللي راح تجي نوعا ما تعطي فرصة إيجابية أو انعكاس إيجابي لمواليد برج الميزان من ناحية العاطفية، على اعتبار أنه تكون يعني على اعتبار كوكب الزهرة في برج الأسد، فبالتالي ينطي فرصة إيجابية أنه العزاب للارتباط، أو نوعاً ما تكون الأجواء العاطفية مريحة لهم. بشكل خاص لمواليد برج الميزان، هذه الفترة اللي تكون إيجابية للارتباط والزواج بشكل خاص من 14/9 لغاية 18/8. أنا ذاك هاي الفرصة تكون مثالية من ناحية الزواج بشكل خاص لمواليد برج الميزان. ومن الخارطة لهذا الشخص الفترة اللي تكون من 21/8 خلينا نقول لحد 18/10، من 21/8. زين، أرقام الحظ 4, 5, 7, 2, 7, 2, 6, 7. ويا الطالع شنو؟ الطالع يكون يا أما الميزان يا أما العقرب. إذا بالسبعة ونص الميزان، إذا بعد السبعة ونص يكون الأقرب، لأن أنت ما متأكدة من الساعة. زين، إذا يعني من 6 تحسبها لحد 8، يعني هذا أكو مشكلة؟ من 6 للسبعة ونص يكون الميزان. لا يعني أكو مشكلة بالزواج؟ لا 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 أبداً، ما عنده مشكلة. يعني تأخير هيك لا لا إن شاء الله ما عنده أي مشكلة من ناحية الزواج. هذا تدرين شنو عيب؟ هذا ما متزوج، تو شنو؟
اي ما متزوج. هذا عنده مشكلة انه هو شوية مو عاطفي، يعني بالعاطفة من النوع اللي يختار يعني يمشي وراء عقله مو وراء قلبه. يعني هو مواليد برج الميزان، معروفين عنهم ان هم رومانسيين وعاطفيين جدا، بس هذا الشخص ساعة الولادة عنده كوكب الزهرة في برج العذراء، هذا مغزى انه هذا الشخص يتبع عقله قبل ما يعني قبل ما يمشي وراء قلبه، يعني من النوع اللي ينظر للعاطفة من ناحية عقلانية وليس من ناحية العاطفية اللي باقي الناس يشوفها. فلهذا شوية ومن النوع اللي شوية منتقد، يعني كلش دقيق بعلاقته العاطفية أو باختياره، فبالتالي قد يكون في السبب لتأخيره أو يؤدي إلى نفور الطرف الثاني، فهذا السبب. بس هذا مو فد شيء يدعو للقلق، يعني هذا فد شيء أيضا نقدر نقول عليه إيجابي، بس هذا عيبه يعني أنا أشوفه. غير شيء لا إن شاء الله ما عنده أي مشكلة، وضع خارطة طبيعية إيجابية يعني نقدر نقول عليها أوكي. يعني ولو يعني مواليد بس هيك بدي اعرف يعني مو مختصر شيء. شنو هو؟ 18/11/88. الساعة وشنو السؤال؟ عن الزواج هم يعني. الساعة بيش؟ ما اعرف والله الساعة. بس لهذا يعني شغلة الزواج والأطفال مثلا. يتوجب عليه انه اعرف الساعة حتى اقدر اعطيه جواب صحيح. بدون ساعة يعني وضعهم طبيعي، مثلا كبرج عقرب ما عندهم فد مثلا عراقيل في مجال الزواج بشكل عام، بس هذا يختلف من شخص لاخر حسب مواليده وحسب خارطته. بس كبرج لا ان شاء الله ما عندهم مشكلة. هاي الفترة الحالية لهم ايجابية، ممكن يصير عندهم فد شيء يلمع اسمهم بالمجتمع، فقد تكون يعني اذا عمل او عاطف يعني زواج خطوبه هيك شيء، هذا الشيء وارد هاي الفتره الحاليه. ان شاء الله اكون جاوبت. ناخذ اتصالاتي في اخر. الو الو الو. نعم مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا بيك. حبيت نعطيك برج اختي. كم تاريخ الميلاد؟ 2/9. نعم. 1982. الساعة؟ على 11:00. 10:00. شنو السؤال؟ الجزائر؟ لا 11:00. 11:00. 11:00. أوكي. شنو السؤال؟ على ارتباط وعلى الصحة وعلى الرزق وعلى الخريطة. أوكي. من ناحية الارتباط هي من مواليد برج العذراء، كخارطة ما عندها تأخير أو فشيء يعيق عليها مجال العاطفة والزواج بشكل عام. هذه من النوع يعني هي تعد إنسانة عاطفية بالرغم أنه هي من مواليد برج العذراء. الفترة الإيجابية لها من ناحية العاطفة والمثالية هي الفترة اللي تكون من 21 أغسطس 21/8 لغاية 14 أيلول/سبتمبر. هذه الفترة تكون لها إيجابية من ناحية العاطفة. من ناحية الرزق الفترة المثالية من 14 أيلول/سبتمبر لغاية 18. أنا ذاك يكون كوكب الزهرة في برج الميزان، هذا يعد البيت الثاني لمواليد برج العذراء المسؤول عن الأموال، فبالتالي يحصلون على مكاسب مالية تكون على الأغلب من عمل إضافي أو يسردون مال يعود لهم كل شخص طبعا حسب إمكانياته أو حسب مكانته أو مؤهلاته بصورة خاصة. من ناحية الصحة وضعهم طبيعي من ناحية صحية كبرج بشكل عام، يعني العفو هي من الخارطة. الفترة الحالية اللي تستمر لغاية 23 أغسطس، هذه الفترة يتوجب على مواليد برج العذراء ينتبهون لنومهم وغذائهم وأخذ قسط كافي من الراحة، أو ما يجهدون نفسهم أو ولا يتناولون وجبات غذاء غير مألوفة لهم في سبيل يحافظون على صحتهم، لأن هذه الفترة هي شوية نسبيا تعد فترة صعبة عليهم جسديا ونفسيا باعتبار أن الشمس حاليا في برج الأسد، هذا بيت المتاعب لهم، فيمارسون حياتهم الطبيعية بشكل عام. إذا حسوا بوعكة صحية أو أي شيء غير اعتيادي يتوجب عليهم أنه يتوجهون للطبيب للتأكد من السلامة، وإن شاء الله ما عندهم مشكلة. بعد 23 أغسطس وصاعدا يبدون صفحة جديدة إن شاء الله. أكون قد جاوبت. إيش نأخذ اتصال هاتف آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام.
أنا أرجتها بشهر السادس 12 بي الرجل والمرأة 21 11. لا أكو رجوع صلح بيناتهم بس اسمحي لي. زين أول شيء 12 6 يا سنة 65 اي 65 65 والتاريخ الثاني ايش قد؟ شو اسمه 21 11 1970. اكو رجوع لو ماكو ما اعرف بس راح اقول لك العلاقة زينة لو لا. هذا اللي اقدر اجاوبه. هو هسه مفصولين هم ما اعرف اني هاي الامور. مثلا اكو مثلا هواي اسئله تجيني مثلا شخص هذا يقول لك هذا اني هذا التاريخ يتوافق وياي او يعني نتزوج او لا. هذه الامور اني الامور هذه ما اعرفها. هذا يعتمد حسب النية. لا هم متزوجين هم. فاهمك نعم فاهمك بس اعطيك الاسئله الشائعه اللي دا تجيني مثلا انت تفضلتي قلتي يرجعون لو لا. هاي الامور ما اعرف انه يرجع لو لا. اذا اكو رغبه يعني هسه نعم اذا هم اكو رغبه فعلا صادقه ومتبادله بين الطرفين هاي تبقى الامور يمهم هم يعني بس كاني اقول لك يرجع او لا ما اقدر اقول لك يعني. يعني ما اعرف النيه مالته شنو ولا اعرف نيته شنو مثلا. عرفتي قصدي؟ بس من ناحيتها من ناحيه 12/6 وال 21/11 بس دقيقه 21/11/70 مو قلتي لي 70 برج العقرب بس دقيقه اتاكد وهو منها. برج الجوزاء 21/11/70 70 21/11 نعم هو برج العقرب. الفترة الحالية مثلا إذا تقدرون مثلا كعلاقة يعني تحلوها وديا يعني للجانبين بيها مجال نسبيا الأجواء خاصة من واحد بالشهر خلينا نقول صاعدا الوضع يكون إيجابي بس على مغز يعني على يعني قصدك من 1/8 من 1/8 نعم الأجواء تكون أصفى وتكون إيجابية إن شاء الله للطرفين. فالفتره اللي فاتت شويه كانت صعبه على كل مواليد الابراج شهر 7 بالذات شويه كان اكو ضغط مو طبيعي كل شخص تاثر من فد شيء جانب لازم يعني مر عليه فد وضع يعني نكد عليه حياته يعني هو ما له زواج بعد يعني هذا لازم اعرف الساعه يعني. مالته لازم اعرف الساعه مال الشخص اللي تريدين تعرفين انه عنده اكثر من زواج او لا ما اعرف والله الساعه اي والله نعم أي إن شاء الله خير الله يهدي النفوس إن شاء الله إن شاء الله. ناخذ اتصال هاتف آخر. ألو ألو مساء الخير. مساء النور يا هلا. أنا من مواليد 2/1/1999 الساعة 5 صباحا بتوقيت الجزائر. شنو السؤال؟ عن القسمة. 2/1/1999 5 صباحا الجزائر. انت من مواليد برج الجدي والطالع القوس من ناحيه القسمه الزواج ما عندك اي مشكله ممكن يكون عندك اكثر من فرصه للارتباط اوكي يعني ممكن يصير عندك خطوبه تفسخين يعني او يكون عقد قران وتغيرين رايك او هو الطرف الثاني غير رايه بس يكون عندك اكثر من الفرصه للارتباط بشكل خاص. انت ما عندك مشكله نهائيا لا تاخير ولا اي شيء يعقل عليك هذا الموضوع فبالتالي نقدر نقول عليك اطمئني. الفتره الماضيه كانت ايجابيه لكم من ناحيه الارتباط رغم انه بعض الأمور كانت تتعرقل عليكم. الفترة المثالية لمواليد برج الجدي من ناحية الارتباط خلال عام 2019 هي الفترة الواقعة ما بين 26/11 لغاية 20/12 أنا داك تكون فرصة لكم للارتباط عاطفيا قد تؤدي هذه الفرصة إلى خطوبة أو زفاف إلى آخره إن شاء الله. مشاهدين الكرام للمشاركة والتواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حاضراتكم أسفل الشاشة وهي لاستلام مشاركاتكم أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي.
مواليد الفترة الحالية ينتمون إلى المجموعة النجمية المعروفة باسم برج الأسد الناري. تعالوا معنا نتعرف إلى أبرز صفات هؤلاء المواليد. نعم، إنه الأسد الذي يرغب بأن يكون مركز الاهتمام من قبل المعجبين، ولكي تبقي على كبرياء الأسد فلا بد أن يكون معجبوه يفكرون مثل ما هو يفكر، ويؤمنون بما يؤمن، ويحبون ما يحب، ويكرهون ما يكره. هذا هو معنى الإخلاص عند الأسد، وهذا بالتأكيد ما يحصل، لأنه الأسد الأقوى الأكرم الأكثر عاطفة إلى آخره من صفات الكمال والمثالية. يتمتعون مواليد برج الأسد بصورة عامة بنظرة رومانسية عن الحياة، والتي تجعلهم يصارعون من أجل التحقيق النجاح في جميع المواقف التي يقعون فيها. وليس من الأمر الغريب أن تجد أن الأسد يستمتع بالمسرح والفنون التي يعتمد على جميع مجاميع من الممثلين الذين يكونون تحت تلك السيطرة التي يتمتع بها الأسد. لا تحاول أبدا أن تناقش أو تغير آراء وأفكار برج الأسد، لأنه برج ثابت لا يقبل التغيير أو أن يكون هناك من تغيير من رأيه في قضية ما. وهم قادرون على التزام عمل ما لأنهم يؤمنون به كثيرا، ولا تحاول أيضا أن تقنعهم بعمل آخر لأنك ستلاقي الفشل لا محالة. بشكل عام، مواليد برج الأسد متفائلون، نبلاء، شرفاء، مخلصون، طموحون، ولديهم ولا تجاه عملهم. مشاهدينا الكرام، للمشاركة والتواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة، ما هي استلام مشاركاتكم أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. عودة للمكالمات. ألو. ألو، نعم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن أشارك ببرنامج البرج العالي؟ أنت على الهواء، تفضل. رحمة الله عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام بخير، الله يسلمك. 24/1/1978 الساعة 8:30 مساء. اوكي، شنو سؤالك؟ قد انقل من مكان عملي، يعني انا استقيت عين على وزارات من وزارة الصحة، فلقيت عين على الصحة زين شوية مكاني موشي، اريد انقل. اكو فرصة نقل يعني؟ فرصة نقل كبرجك طبيعي، ما عندك مشكلة بصراحة. أوكي، يعني 8:30 مساء، بس لحظة، ما عندك شيء يعني من مواليدك أنت ولا من برجك مثلا، وضعك يعني عندك فرص تساعدك في مجال النقل، أو لا سمح الله تعطل عليك. إذا تريد تقدم عندك مجال اليوم، خل أقول لك عليه الثنين اللي يجي، توكل على الله. الثنين اللي يجي قدم، إذا تريد قدم إن شاء الله الأمور تتيسر لك أو تمشي مثل ما أنت تريد إن شاء الله. يوم يكون إيجابي لك في هذا المجال بشكل خاص، يعني كوضع عمل أو مثلا نقل أي شيء خص المسؤولين، هم أنا يكون لك أوكي، يعني كمواليد برج الدلو بصورة عامة. تفضل. بس لازم تعرف البرج الحاسم البيئي النصر يطلع. شنو البرج الحاسم؟ الكوكب الحاسم. انت ككوكب كبرجك العفو كوكب اورانوس، بس خارتك كوكب عطارد. كوكب عطارد يكون على تأثير كلش قوي عليك. اوكي؟ اوكي، بس سؤال واحد على ابني، على ابني ركزت. تفضل. سؤال واحد. تفضل. برجك ايش قد؟ 13/3
13 نعم 2013 الساعة 8:30 بالليل. دقيقة، شنو سؤالك؟ بسجل بالمدرسة هالسنة. دقيقة بس لحظة. 13/3/2013 8:30 مساء. شنو سؤالك؟ المدرسة ايش بيها؟ شنو يعني قصدك؟ بسجل هالسنة بالمدرسة يعني. يسجل ما عنده مشكلة، هو إذا عنده مثلاً هو بتأهل أو يعني مستحق ما عنده مشكلة. من ناحية الدراسة هو بصورة عامة أيضا من الخارطة ما عنده مشكلة، يعني يعتمد حسب اجتهاده. محبوب من الخارطة؟ محبوب بالخارطة وطبيعي. بس دقيقة، 4 6 9 أرقامه 4 و7، من الأرقام أيضا طبيعي. من ناحية الحظ إنسان طبيعي متوازن نسبيا. اوكي وياي يا اخويا. نعم يا اهلا وسهلا. لا تدلل. اهلا وسهلا. يا هلا. ناخذ اتصال هاتفي اخر. الو الو. نعم مشاهدينا الكرام، المشاركه والتواصل ارقام الهواتف التي تظهر امام حضراتكم اسفل الشاشه، وهي لاستلام مشاركاتكم أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. ألو ألو. نعم ألو ألو. نعم وعليكم. وعليكم السلام. تفضلي. 2001 زين. بس روحي لي بمكان شبكة نظيف، يعني شبكة تكون أوكي. 2001 يا يوم يا شهر. شهر 9/11/2001 صح؟ 2001 الساعة بيش؟ الساعة تقريبا بالمغرب، يعني ويا أذان المغرب ويا الأذان. زين الحاضر شنو؟ الحاضر يعني بطالع مالتي هي أرقام الحاضر، وأبدأ أعرف أنها توافق ولا زوج. دقيقة واحدة. أنت من مواليد برج العقرب الطالع الجوزاء، زوجتك ايش كانت مواليده؟ 3/5 أرقامك 5 و9. أنت من الحظ، من ناحية الحظ إنسانة طبيعية، ما عندك يعني ما عندك شيء يدعو للقلق. من ناحية الحظ طبيعي. أوكي. زوجتك ايش قد مواليده؟ مواليد 1990. 10/3/93. دقيقة واحدة. عشرة ثلاثة تسعين. العلاقة زينة. اوكي. العلاقة زينة، بس اكو فد شغلة، هو من النوع شوية من النوع العاطفة مالته مو ما يكون من النوع الرومانسي او مثلا باقي اقرانه من مواليد برج، شوية عنده برود او مو ما يحب تقيديه، فشوية هذه الامور اذا تبتعدين عليها يعني تتجاوزيها ان شاء الله الأمور يعني العلاقه ماشيه، بس في سبيل انه تتجاوزين المشاكل نهائيا حاولي ما تضغطين عليه من ناحيه عاطفيه، لا تخنقي يعني، خليه براحته الامور تمشي. اوكي اوكي ان شاء الله. شنو سؤالك بعد؟ بس بدي اعرف انا طولت عليك. لا قولي. ابي اعرف يعني انا مواليدك ايش صحتها مو هالجسيمه، يعني بعرف عن ناحيه الصحه. ايش قد مواليدها؟ مواليدها ايش قد؟ ان شاء الله تحصينا بالمرات المقبله. ناخذ اتصال هاتفي اخر. الو الو. نعم الو. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن مواليد 2001
يا يوم 2001 25 10 اي ساعة تقريبا من 10 صباحا لو ليلا ليلا بس عن ناحية الجوال. اوكي 25 10 2001 10 ليلا 25 10 2001 10 ليلا. هذا التاريخ عنده تأخير في الزواج، السبب طالع السرطان، فبالتالي قد يكون عنده تأخير في الزواج أو قد يتزوج بشخص أكبر من عنده بالعمر. السبب ذلك هو وقوع بيت الشراكة في بيت في برج الجدي، فبالتالي يتأخر الزواج عنده نسبيا أو يتزوج بشخص أكبر من عنده. الفرص الكبيرة المثالية للزواج لهذا الشخص بالتحديد هي من السنة الجاية من هذا الوقت، خلينا نقول أو قبل هذا الوقت شهر سبعة، من شهر سبعة السنة الجاية تستمر وياه لغاية شهر سبعة من عام 2021 آنذاك تكون عنده فرص جدا كبيرة للارتباط والزواج إن شاء الله. أوكي؟ سؤال آخر؟ بس ممكن مواليد 2000؟ إيش قدنا؟ شهر 11 نعم تقريبا بالوحدة 2 ليلا 20 2000 صح؟ صح. اوكي حاليا مخطوبة بس على الزواج. حاليا مخطوبة بس على الزواج هذه السنة لها ما ادري بس دقيقة خليني اشوف لها لحظة 20 11 برج العقرب 1:30 بالليل خلينا نقول هي من مواليد برج العقرب وطالع العتراب. بخصوص الزواج ما عندها اي مشكله، يعني بيت السابع عكس الشنتي فارق ما بيفد كوكب لا سمح الله ايقا او ما شابه، فبالتالي وضعها يعني اوكي فتره الزواج يا شهر مناسب هم يا شهر يريدون هسه مثلا منا ورايح اوكي ماكو مشكله عكس شهر سبع. الشهر الثامن بدايه الشهر الثامن يعني بي مشاكل؟ لا. لا 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 شهر الثامن ماكو مشكلة. أوكي خلي توكلنا على الله. حلو مالله وديك مالله وديك أنا مساني بيك وديك. ناخذ اتصال هاتفي آخر. ألو ألو نعم ألو السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن أشارك في البرج العالي؟ أنت على الهواء تفضلي تفضلي تعالي. السلام عليكم. وعليكم السلام تفضلي تعال هوا. انا زهراء. اهلا وسهلا زهراء يا مواليد 2001 27 11 27 11. ساعة بيش زهراء؟ من العشرة صباحا الى لا من السبعة ونص الى ثمانية الصبح. السبعة ونص الصبح دقيقة 27 11. شنو سؤال الزهراء؟ أسأل عن العاطفة. أوكي من ناحية عاطفية أنتو كمواليد برج القوس الفترة الحالية تعد فترة إيجابية تستمر وياكم هذه الفترة الإيجابية، يعني تنطي انعكاس إيجابي لكم لغاية 21/8. أوكي بشكل عام مواليد برج القوس والحمل والأسد بشكل خاص والجوزاء والميزان والدلو بشكل خاص أيضا هاي الفترة لهم إيجابية من ناحية العاطفة الارتباط هاي الأمور الأجواء العاطفية بصورة عامة تكون جانب هذا المواليد اللي ذكرتها. أنت أحب أسأل عن خطيبي يعني مخطوبة أني بس يعني الوقت المناسب للزواج هو مواليد 1993 هاي الفترة إذا تقدرون هاي بشهر الثامن كل زين لكم. حلو يعني قبل 21/8 بالضبط يعني هاي الفترة راح تجي نعم. تكون يعني على عيد هيك شيء الأمور أوكي لكم إن شاء الله إذا عندكم استعداد وجاهزين بيناتنا. دقيقة توافق 23/3 مو قلت لي؟ نعم 93 أوكي ومن الساعة 10 صباحا إلى 11 10 ونص صباحا دقيقة 23/3 1900
93 10:30 صباحا. هو من مواليد برج الحمل وطالع الثور. دقيقة العلاقة. وسط العلاقة، فوق الوسط يعني. لحظة آسف. نعم. ألف وتسعمية وثلاثة وتسعين. زين العلاقة إن شاء الله. وماكو يعني مثل مشاكل يعني تدوم العلاقة إن شاء الله؟ باي إن شاء الله تدوم، هاي تبقى بكيفكم. العلاقة أنا أشوفها زينة، هاي تبقى مشاكل ما هاي تبقى يمك أنت. إذا قال لك 10 قولي له يابا 10 زين. وبعدين قولي له يابا ترى ما يصير تقول 10، هي 21 مثلا. أنت هي أكو أسباب للمشاكل بين أي شخصين بالعالم، انه مثلا هذا يتزمت برايه، هذا يريد رايه وهذا يريد رايه، فبالتالي تصير مشاكل. ما تقولي له يعني كعلاقه تبقى طول العمر مثل السكه مال القطار عدله وماكو بيها لا طصات ولا هاي كذب، ماكو، مستحيل، نادر يعني. لازم هاي تمر فد مطبات بحياه الانسان، يعني هي بالحياه العاديه تمر هيك اشياء، فعاد بالزواج غير امور. فتبقى عندكم انتو يعني، اللي اذا واحد يريد الثاني تتجاوزون المشاكل او مثلا تهدون تصفى الامور ان شاء الله. الامور اوكي. نعم اوكي ان شاء الله. وارقام الحظ ارقامك انت 3 دقيقة 5 و 3 و 5 3 و 5 و 9 اوكي، وهو 4 7 7 و 5. ارقامه 3 و 5 و 9 نفس الشيء يعني تقريبا نفس الشيء. اي نعم سبحان الله. اي اوكي ان شاء الله اكون جاوبتك. اذا مشاهدينا الكرام للمشاركه والتواصل مع البرج العالي على الفيسبوك والانستغرام البرج العالي. الى هنا ناتي الى ختام حلقه هذا اليوم من البرنامج، التقيكم باذن الله يوم السبت المقبل. الى ذلك الحين اسعدكم الله، تقبلوا تحياتي وتحيات اسره البث من تلفزيون الشرقيه. مع السلامه.